معنا عبر استوديوهات وطن المحلل السياسي مرتجى الكعبي. اهلا بك استاذ مرتجى. اهلا وسهلا بكم مشاهدي دبليو تي في وطن. اهلا بك. بدايه، اليوم اكتملت الدعوات الرسميه لحضور قمه دول الجوار العراقي نهاية الشهر في بغداد، حيث تسلم الرئيس الإيراني الدعوة وقبله الملك الأردني وبقية قادة الدول ومنها أيضا الكويت. كيف تعلقون على ذلك؟ أرجو أولا في البدء أن تعطيني المساحة الكافية لأن هذا الموضوع مهم. تفضل، لك المساحة. كل الدول المعروف عنها عالميا تحسب حسابات مصلحة بلدها في أي عمل تقوم به. ممتاز جدا أنه العراق يقوم بهذا الدور الإقليمي لاستعادة الدورة، لكن ما هي مصلحة العراق من هذا؟ وماذا سيستفيد الشعب العراقي بالأساس والعراق كبلد من هذا الشيء؟ لن نستفيد شيئا. والدليل الدول تتعامل بسياسة ودبلوماسية، إلا العراق يتعامل سياسته تتعامل بالعاطفية. ساذجة، يعني نستطيع أن نقول؟ ربما، لأنه لماذا جاء رئيس الوزراء الفلاني بدون مسميات، كانت السياسة كذا، جاء الرئيس الوزراء الفلاني صارت السياسة كذا، وأيضا وصلت إلى وزير الخارجية ومن هم أدنى في السياسة. هذا ما لاحظناه من عام 2003 لحد الآن. نرجع إلى محورنا الأساس. عفوا، لكن هذا تصريح خطير، لكن أنا متفائلة بحراك، أو الشعب العراقي بشكل أجمع متفائل بحراك. من قال لك الشعب العراقي متفائل؟ نحو الاستثمار الاقتصادي. هو راح أجي شيء نقطة. أنا جزء من الشعب العراقي. أنت جزء. جزء. والجميع أيضا جزء. لا لا، أنا أقول لك ولست بمناطق ومصرح عنهم، لكن الأغلبية، وراح أثبت لك بالدليل أنا القاطع، يعني مو ما يحتاج. لك أنا كيف اللي جاي لهيك مؤتمر ودول جوار المفروض يقدم حسن نوايا، زين أنا شلون راح أقعد ويا تركيا القاطعة عني الماي ومتدخلة بشؤوني وتقصف أبنائي وأهلي ومهجرتهم بالشمال؟ الأكراد أهلي، أنا ما لي علاقة بالسياسة، لكن الأكراد أهلي أولا وآخرا، وعراقيين غصبا على يرضى والما يرضى، واللي يمسهم يمسنا. نستطيع أن نقول هناك معارضين داخل العراق فتقوم بالتجاوز على الأراضي العراقية التي تقصف أعراف دبلوماسية. إحنا عندنا معارضين الآن بالأردن. ما تعليقك؟ نعم، عندنا معارضين بالأردن، عندنا معارضين بتركيا داخل تركيا ويقومون بأعمال، عندنا معارضين بالسعودية، يعني نروح نقصفهم هسه مسموح لنا إحنا كجيش؟ خلي يحرك القائد العام للقوات المسلحة وأنا أدلي على المعارضين وين، خليه يروح يتحرك للأردن يضرب الأردن ويضرب. يعني قصدك كان من المفروض موجود اجتماعات وهذا المحور نوقش قبل أن يأتي هذا المؤتمر والدعوة. تبادر هذه الدول إلى حسن نوايا، زين. ثانيا إيران قاطع عني الماي أيضا ومكالية شط العرب والأرض الزراعية مالتي وحلة والذبلي بس الماي اللي هو مالح اللي سبب خراب الأرضي، وأيضا تدخل بالشأن الداخلي والكل يعرف به، أنا ما راح استثنى أحد. السعودية وحسب ما يقولون تودي لي إرهابيين وهذا مثبت رسميا وموجود ما تعترف يا سيدي العزيز. سيدتي تعترف ما تعترف، أنا كنت مسجون في فترة من الفترات لخلافي مع أحد السياسيين، هذا شيء يعني غير مصرح به. أكبر الإرهابيين شفتهم في سجن مطار المثنى هم سعوديين. تعتبر هذا شيء خارج عن نطاق سياسة؟ خارج عن لا، زين. الأردن الزرقاوي بيته بالأردن ومقرب الأردن، وهو قائد من اللي مدمر العراق هو الزرقاوي ومن الأردن. نرجع للكويت. للكويت يعني أنت فندت دول الجوار كلها؟ أنا مو أفندت، أنت اسمحي لي وخلي يسمعني الشعب العراقي. إذا كان عندي كلمة خطأ أو ما واردة أو ما يعلم بها العالم أجمع، أنا مستعد للمحاكمة ومستعد لأي شيء يرتب على تصريحي. على حد قولك كنا محاكمون العراقيين حقيقة. نعم. تصريحات. نعم. الكويت موقفة مينائي ومعطلة ومحتلة أرضي وإساءة من قبل حكامها، ونقول إحنا عفى الله عما سلف ونجي اليوم نسوي هذه، زين. دول الجوار هذه مرة أخرى المفروض قبل لا تجي يكون عندنا تبادل وياهم، مو السعودية مانعة حتى أبناء، لا أنا مو طائفي لكن خلي أحكيها،
حتى السنة ممنوع، فلنا اللي حصل له فيزا للسعودية. ممكن أن تقول وجاء الكاظمي الآن هو نستطيع أن نقول رئيس وزراء جديد وتوا ابتدأ المنصب، ونستطيع أن نقول هذا حراك مهم ممكن أن يكون في صالح ويصب في صالح العراق واقتصاد العراق من ناحية الاستثمارات. احنا نامل لهذا، يعني عندما يعقد هذا المؤتمر هم ما راح يتناولون هذه القضايا، راح يتناولون قضايا نستطيع أن نقول بصالح الاستثمارات الاقتصادية في العراق في الأراضي والله العراقية. والله أنا لا عندي عداوة مع هذا الشخص، لا ننتظر تعليقك. نعم بالعكس أنا إذا، لكنه الرجل لو منطينا مطلق الحرية والصلاحيات كان الوضع مو مدفاعا عنه، ولا عندي شغلة وياه. لكن نرجع إلى نقطة الاستثمار المهمة اللي هاي الشماعة كل المؤتمرات تعلق عليها، كيف يكون لنا الاستثمار وقانون الاستثمار الأعرج والمعاق قانوننا اللي وضعوه بعض النواب المقاولين وكتلهم، وخصوصا ما يسمى بالمكتب الاقتصادي. يعني حضرتك تشكك بمشروع الإسكان وتعتبره يعني هي ممكن تستطيع تحت حيلة الانتخابات؟ أعطيك مسميات على مشروع الإسكان الآن، استغل هذا من قبل هاي المكاتب ومن قبل واجهات لهم، واخذوا فلوس العالم وذيك اللي شوف الشقق وين وصلت، وين يا مجمع كمل ببغداد انطيني. فالاستثمار هذا جانب، الجانب الثاني الجانب الامني، احنا عندنا شركات اجت فرضت علينا ضرائب اكثر لانه الوضع الامني ما مستقر، خطفوا ولدهم العاملين بيها، منعوهم من العمل، وكثير الادله اخرها ملعب الحبيبيه الاتراك، مو خطفوهم وظل متوقف عن العمل ولحد الان ما مفتوح المشروع، ودفعنا لهم كلها تلكؤات فعلا. هذا مو تلكؤات، هذا خلل امني واضح. اليوم الدوله لو تريد فروقات امنيه. نعم بعدين خلنا ترى دول الدول اللي احنا راح نجمعهم دول عندهم مخابرات رصينه وعندهم سياسه خارجيه ثابته، مو سياسه خارجيه عاطفيه ولا تنتمي لحزب معين. هذا راي خاص نستطيع ان نقول. هلا اكمل الان خلي يشوفون من يجي يريد، راح يجون مجرد كشخه قاعده كلمات، وراح نذب ملايين الدولارات اللي ممكن ان نبني بها مستشفى او نجيب بها علاج الفقره السكر والضغط والسرطان وغيرها، او نبني لنا جامعه تليق بمكانه العلم العراقي، مو الجامعات الاهليه الان تفوقت بالاف المرات عن بنايات وجامعاتنا الاخرى، تبني لنا كم مدرسه الولدنا اللي قاعدين بالقاع، اللي قاعدين بخيم وقاعدين ببيوت طين في 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 محافظات مثل ميسان اللي هي تغذي العراق بالنفط، واللي اخر برميل احتياط بالعالم يطلع من عندها. احنا هذه نحن فريسه سيدي. اذا احنا لسه الموضوع وما بيختصر لك شاب موضوع معين. احمد اسمع، نحن نستطيع ان نقول اي على قولة ربعنا الزبده ما الموضوع. الموضوع لا مؤتمر اقليمي ولا هم يحزنون. اولا توقيت المؤتمر راح يكون مع تسلم الرئيس الايراني الجديد للحكم في ايران. هاي واحد بالعشرة الاخيرة. ثانيا اين كان دولة رئيس الوزراء؟ كان بامريكا. فعلى رئيس الوزراء، وهاي احنا دائما هاي وسطاء لازم نسوي هذا الشيء ونخسر من عندنا يعني. مثل الخير يعني تستطيع ان تقول بسبب تسلم الرئيس الجديد الايراني سنكون نحن الوسيط او نستطيع ان نقول خيط الربط بين دول الجوار العربيه كونها يعني مناهضه لهذه الدوله. والثانيه رساله الرئيس الامريكي بايدن موجهه عبر رساله الرئيس الامريكي بايدن عند لقائه مع رئيس الوزراء بلغ ان ينقل هذه التوصيات، لان احنا دوله محتله لحد الان، والدليل الاستقبال اللي كان لرئيس الوزراء ما راح تخرج القوات الامريكيه تخرج. انا من 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 انا اقول لك هو انا ما اعرف شلون يعني يحجونها هاي هو ثوب جديد نستطيع ان نقول هم هي ارتدت ثوب جديد يعني تحت انا استغرب على هذه شو اسميها، عيب احكيها بالتلفزيون يعني، بس ما اقول عليها غير انها الوقاحه. هو منو استجداهم وجابهم؟ من سوى مؤتمر لندن؟ انت ما رايد القوات الامريكيه يعني. طيب من الاخير مهما طلعوا لك الدكتاتور وفسحوا مجال الحريات، من الطلب من عندهم؟ من الطلب من فسحوا مجال الحريات هاي؟ لا هو من الطلب المجتمع من الدولي هكذا يقول. اسمحي لي، من الطلب من عندهم؟ من سوى مؤتمر لندن؟ انا حضرت له المالكي وجماعته الاحزاب الموجوده حاليا.
انا حضرت المؤتمر بصلاح الدين لو هم زين مو هم اللي استجدوا مو احمد الشلبي الله يرحمه طلع قال انا اللي كنت العراب والمهندس لدخول هاي موجود تصريح له مو نقل انا ناقل الكفر ليس بكافر زين الان انتم تطلبون الخروج بعدين على منو تضحكون ممكن تضحك على الشعب على قسم من الناس اللي ما يفهمون السياسه انت عندك اتفاقيه استراتيجيه موقعها انت طلبت قوات في عند دخول داعش قوات اضافيه هاي القوات الاضافيه راح تنسحب اما ينسحب منك الامريكي الامريكي دافع ضرائب اجى وقاتل وانطدم وينسحب منك بهاي والله ضربت عليه صاروخين هاي وين لقوها هاي على هاي مع الاسف ما اقدر احكيها يعني مو لهالدرجه الشعب العراقي ساذج اما مؤتمر مسوي لي الان وتريد مؤتمر فقط للكشخه ولالقاء الكلمات وتبادل الصور صورني وانا ما ادري ومن هذه ولا الاخير وانا وياك ومن نفس هذه القناه يخلص المؤتمر اذا استفاد العراق اذا ما طلع الخاسر الوحيد بهذا المؤتمر انا بعد ما اقعد ولا احكي بالسياسه وهذه مو اول وحده هاي مو اول وحده شو استفادينا من المؤتمرات السابقه وانا انصحهم انه بدل هذا المؤتمر اخي ودي رسائل باللي تردون توصلونه للرؤساء افضل وبعدين هاي الفلوس اعطوها ترى عندنا ناس عندنا نسبة البطالة 50% يا أهل الاستثمار تجاوزت 40 راح توصل 50 يا اللي كاظين هم من الكاظين الاستثمار أنت تودع عليه عمي المستثمرين كاظين الباب دطيهم عدل قانون الاستثمار مالك وشيل هذول الأحزاب لحد يضغط الآن افتر ببغداد وبالمحافظات هذا المول المين لفلان حزب هذا المكان المين لفلان حزب هذا المطعم المين لفلان حزب زين هذا الجراج المين لفلان حزب هذا البيت المين لفلان حزب هذا القصر شكرا لك هاي الجامعة المين لفلان لا مو انتم بتخلوننا يعني ويجيني يريد نتمنى الافضل لكن ما جاي احنا صار لنا من 2003 لحد الان نتمنى ما اجانا كل واحد يقول لك انا جاي اجدد ويطلع اتعس من السابق كل يعني كل امه تلعن اللي سبقتها واحنا ضالين الشعب يترنح ويرجع لي ورا كهرباء ماكو ماي ماكو أمنية العراق الآن أن يبني له بيت صايرة دايرة أمنية العراق يشتغل 30 سنة و40 سنة يخدم على مود يبني له بيت 100 متر ورا ما يموت ولده يتقاسمونه ويتطشرون هذا هو هاي أمنية شعب هاي هذا حتى ما يعد بالأمان ولا يعد بالطلبات ولو يجوز راح اسبب لكم بغلق القناه مثل ما غلقوا البغدادي شكرا لك ولتواجدك معنا ولكل تعليقاتك وكل تصريحاتك ونتمنى عراقا افضل واجمل شكرا نتمنى لك نتمنى بحق محمد وال محمد وبحق هذا الشهر وبحق الحسين وبحق اصحاب الحسين وبحق محمد واصحاب محمد زين نتمنى ذلك شكرا لكم ولمشاهديكم شكرا لك.